عندي اول صوص الجبنه، بحط نص معلقه من الزبده، نص كوبايه من الزبده، واشغل عليها النار، واحط عليها نص كوبايه من الجبنه الكريمي، ونص كوبايه من اللبن المكثف، ونص كوبايه سكر بودره، وشويه فانيليا، وشويه بشر ليمون، وشويه عصير ليمون. ده اول حاجه الصوص الجبنه، واخده واحده واحده كده، ادمجه مع بعض لحد ما كله يبقى كريمي مع بعض. الزبده والجبنه الكريمي واللبن المكثف وسكر البودره والفانيليا وبشر الليمون وعصير الليمون، كل ده صوص الجبنه. وانا بعمل صوص الجبنه على النار كده، واكون حريصه وانا بقلبه عشان كله يندمج مع بعض